بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذا الحديث فيه ذكر شيء من الفتن، وهي فتنة الدنيا، فتنة بسط الدنيا على الناس. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى البحرين بعدما صالح أهلها على الجزية، والجزية هي مقدار من المال يدفعه الكتابي للمسلمين على أن يتركوه ويكف عنه القتال. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل الأمين، أمين الأمة، أبو عبيدة بن الجراح، بعثه ليأتي بهذا المال الذي يدفعونه إلى المسلمين بموجب الصلح، وأمر عليها العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. والبحرين مراد بها الأحساء، جهة الأحساء، هذا كان في الأول سمى البحرين، أما الآن فصار اسم البحرين خاصا بمملكة البحرين بداخل البحر. الشاهد من هذا أنه أرسل أبا عبيدة لاستلام الجزية التي يدفعها أهل البحرين، استلمها رضي الله عنه وجاء بها. لما سمع الأنصار رضي الله عنهم بمقدمه كانوا في حاجة، كانوا في حاجة، فرحوا بذلك وبادروا إلى الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا معه الفجر
فلما رآهم عليه الصلاة والسلام تبسم تعجبا منه صلى الله عليه وسلم سرعة الناس في طلب الدنيا وحرص الناس على طلب الدنيا مع فضلهم وشرفهم. لكن المال فتنة، المال فتنة، وهم بحاجة أيضا إلى المال. وقال: أظنكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة بشيء من البحرين؟ قالوا: نعم أجل يا رسول الله، يعني سمعنا بهذا، أتينا من أجل هذا. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم. هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الناس عموما ومع أصحابه خصوصا. أملوا ما يسركم، الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخر شيئا عنهم، لا تخافوا من أن لا يصلكم شيء، أملوا ما يسركم ولا تؤملوا غير ذلك. ما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد من الحديث: ما الفقر أخشى عليكم؟ لأن الفقر ليس معه منافسة وليس معه تحاسد وليس معه شيء من الحزازات في النفوس. الفقراء ليس بينهم شيء، لأنه ليس هناك موجب، ليس هناك موجب للتحاسد، تنافس لعدم المال. المال هو الفتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما الفقر أخشى عليكم، أي لا أخاف عليكم من الفقر، لأن الفقر لا يحصل معه شيء من ما يحصل مع الغنى، ولكن أخشى، أي أخاف أن تبسط عليكم الدنيا، يسر عليكم المال والغنى والثروة، حينئذ يحصل بينكم تنافس عليها، كل يريد أن يحوزها عن الآخر، ويحصل تنافس بينكم يؤدي إلى تحاسد، يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى أمور لا تحمد. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان كذا، حتى ولو كان من أهل الفضل. فالمال، تحبون المال حبا جما، المال يدفعه إلى المنافسة مع أخيه، وإذا تنافس صار في النفوس شيء بعضها على بعض. والمفروض في المسلمين، المفروض في المسلمين التواصل، المحبة فيما بينهم والتعاون، ولكن المال يحملهم على شيء من تنافس، فتنافسوها كما تنافسوها، يعني من كان قبلك من الأمم، تتنافسون فيها وتتسابقون إليها، كل يريد أن يحوزها عن الآخر. وفي رواية:
تلهيكم عن الآخرة وعن العمل الصالح. شيء مجرب هذا، أن الأثرياء ينشغلون بأموالهم، تنمية ثرواتهم، ينشغلون عن العمل للآخرة، يعجزون عن الجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة على الوجه المطلوب. إلا يمكن الجمع، لكن على الوجه المطلوب ما يمكن هذا. هما ضرتان، الدنيا والآخرة ضرتان، يعني مثل الجارتين عند الرجل، مثل الزوجتين عند الرجل، ضرتان. إذا ملت إلى إحداهما أغضبت الأخرى. فمن مال مع دنياه أضر بآخرته، ومن مال مع آخرته أضر بدنياه. تلهيكم، قال جل وعلا، ألهاكم التكاثر، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، فدل على أن المال يلهي، أولاد يلهون عن ذكر الله، فتهلككم هذه النتيجة. في النهاية يحصل الهلاك للأمة إذا وصلت إلى هذا الحد، فإنها تعاقب. فصار المال سبباً، الانشغال بالمال والتلهي به، تنافس فيه، سبب للهلاك، هلاك الأمة وحلول العقوبة فيها. وهذا ما حصل، هذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المال فتنة يخاف منه حتى على أصلح الناس. الأنصار هم أصلح الأمة بعد المهاجرين، ومع هذا خاف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة المال. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا نوع من أنواع الفتن، وهي فتنة النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. النساء إذا لم تضبط بضوابط الشرع والآداب الشرعية فإنها تكون فتنة، تفتن الرجال بجمالها، بزينتها، بتبرجها، بسهورها، بكلامها، اختلاطها بالرجال. لا بد تضبط النساء، لا بد أولا أن يكون عند النساء إيمان يحجزهن من هذه الأمور، ولا بد أيضا أن يكون هناك من يضبطها من أوليائها، زوجها وأوليائها. تضبط المرأة، وإلا فإنها تكون سببا في هلاك الأمة، لأن المرأة فتنة وهي أضر على الرجال من غيرها. فتنة الشهوة، فالمرأة لا بد أن تضبط وتلتزم
بالآداب الشرعية التي فيها حفظها، حفظ عفتها وحفظ كرامتها، وإلا إذا تركت بدون رقابة فإن المرأة ضعيفة والشيطان حريص عليها، يؤزها وتريد أن تكون أحسن من غيرها، وتريد أن تكون محط أنظار الرجال وأن يمدحوها وأن يتعلقوا بها. هذا من طبيعة المرأة، فهذا فيه التحذير من فتنة النساء إذا لم تضبط، فإنها تكون سبباً لهلاك المجتمع. لأن الزنا والعياذ بالله هو سبب دمار المجتمع، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يفسد الأخلاق، يضيع النسل، يذهب الحياء، ينشر الأمراض والعياذ بالله، ينشر الأمراض في المجتمع، يسبب غضب الله عز وجل وحلول النقمات. فلا بد أن تضبط المرأة، تضبط هي وتضبط، لا بد من هذا. وهناك الآن من ينادي بحرية المرأة، حرية المرأة بمعنى خروجها على الآداب الشرعية، هذه حريتها عندهم، مع أن حريتها الصحيحة هي في التزام الآداب الشرعية، تتخلص من رق الشهوات وتتخلص من رغبة الفساق فيها، فهي ذليلة استعبدها أصحاب الشهوات، فلا تكون حرة إلا بالتزام الأحكام الشرعية. الشرع حررها من الهوان، حررها من الفساد، حررها من كل رذيلة، ضبطها، كرمها، عززها، صانها. المرأة المسلمة عززها الله جل وعلا، حفظها وضبطها، ولهذا وضعت ثوابت للمرأة: لا تسافر بدون محرم، لا تختلط مع الرجال، لا تخلو مع الرجل الذي ليس زوجا أو محرما لها، لا تبدي زينتها، لا تسفر عن وجهها ومحاسنها، لا تتطيب عند الخروج إلى غير ذلك. هذه ضوابط شرعية تحميها، هي من صالحها، لأنها تحميها وتحفظها. فإذا انفلتت من هذه الآداب الشرعية حصل الفساد في المجتمع، حصل السفاح الكثير في المجتمع، أولاد الزنا يكثرون في المجتمع، إلى غير ذلك من الأضرار. فالمرأة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى التزام وإلزام بالآداب التي تصونها وتجنبها هي أولا، وتجنب المجتمع من خطرها. ما بالكم إذا توافرت النساء على عدم الحياة وعدم الحفة، عدم العفة، اجتمعنا وتضافرنا، ينفلت الأمر. المرأة الواحدة إذا تركت
أفسدت. فكيف إذا تركت النساء للمجتمع والشابات إذا تركنا بدون ضوابط ويفعلنا ما يملي عليهن شيطانهن من التزين والتصنع والتبرج والاختلاط بالرجال، جلوس بجانب الرجل كأنها رجل مثله في الحفلات في اللقاءات في التعليم في العمل، هذا فساد في المجتمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الله واتقوا النساء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. هذه أيضا فتنة من أنواع الفتن، فتنة الدنيا. الدنيا بما فيها من الزينة، بما فيها من الأموال، بما فيها من الجاه، فتنة، خطر على الدين. حلوة، حلوة المذاق، خضرة، حلوة في طعمها وخضرة في لونها، فهي تجلب الإنسان في طعمها، حلاوتها تجذبه في منظرها وخضرتها تجذب الإنسان. هذا سبب الفتنة، هذا سبب الفتنة. وإن الله مستخلفكم فيها، خطاب هذا للمسلمين، إن الله مستخلفكم. الاستخلاف أن يجعلكم بعد قوم مضوا، لأن البقاء لله عز وجل، كل من عليها فان، فيذهب جيل ويأتي جيل، ما هنا أحد يستمر في هذه الحياة، إنما يأخذ من الحياة ما قدر له من العمر فقط. وتذهب الأجيال ويأتي بعدها أجيال إلى أن تقوم الساعة، تنتهي الدنيا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يخلف بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب هذه الأمة، يقول: إن الله مستخلفكم فيها بعد من كان قبلكم، فناظر ما تعملون. الله جل وعلا رقيب عليكم، يعطيكم الدنيا وينظر ماذا تعملون فيها، ينظر ماذا تتصرفون. لستم مهملين ولا مراقبين، بل الله جل وعلا هو الذي ينظر إليكم ويرقبكم في تصرفاتكم مع الدنيا. هل تنساقون معها وتقدمونها على الآخرة، أو أنكم تأخذون منها ما يكفيكم وتنصرفون إلى الآخرة، تحسنون التصرف في هذه الدنيا؟ لا يطلب من الإنسان أن يترك الدنيا، لا، لكن يأخذ منها بقدر حاجته، بقدر ما يحتاج لنفقته، لحاجته، قدر ما يحتاج لتصدقه وإحسانه. المال خير إذا أحسن الإنسان فيه، خير وعون على طاعة الله عز وجل، ولكن قل من يحسن تصرف فيه.
ناظر ما تعملون، هل تحسنون في تصرفكم في هذه الدنيا، تأخذونها من حلال وتنفقونها في حلال، أم العكس، تأخذونها من كسب حرام، من ربا، من رشوة، من خديعة، من سرقة، غش، قمار، إلى غير ذلك، أو تأخذونها بتجارة مباحة عن تراض منكم وعن عقود شرعية، هذا من جهة اكتسابها، جهة التصرف فيها إذا حصلت عليها ماذا تعمل فيها، تفسد فيها، تتبع شهواتك، تسافر فيها إلى البلاد الإباحية أنت وأهلك وأولادك، فتغرقون في مستنقعات الغرب، تتكبر فيها على الناس، تمنع الزكاة، تمنع النفقة الواجبة عليك، إنفاقك ما نوعيته، انظر في إنفاقك، فإنك مسؤول عن هذا المال، مسؤول من أين جاءك هذا المال، ومسؤول فيما أنفقته كما في الحديث، لا شك أن المال مسؤولية، فالمال فتنة، وكذلك النساء كما سبق الحديث الذي قبله، فذكر في هذا الحديث فتنتين خطيرتين، فتنة الدنيا وفتنة النساء، على المسلمين أن يحذروا من هاتين الفتنتين الخطيرتين. نعم. قال رحمه الله: وله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. نعم، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، يقول عن الفتن لأنه كان أحرص الناس على السؤال عن الفتن خوفا منها، خوفا من الفتن، يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الإنسان لا بد يعرف الخير ولا بد يعرف الشر، لا بد يعرف الخير من أجل أن يأتيه، ويعرف الشر من أجل أن يجتنبه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، لما يدري عن الشر يقع فيه، حسبه خير، يظن أنه خير، فلا بد الإنسان يتفقه في دين الله، يعرف ما هو خير وما هو شر، ولا يقول أنا ما علي من الشر، أنا أتعلم الخير فقط، مثل ما يقوله بعض الجهال. لازم تعرف الشرك ما هو من أجل أن تتجنبه، لازم تعرف
المحرمات من أجل أن تتجنبها. بعد معرفة الخير من أجل أن تفعله، فلا بد من تعلم الخير وتعلم ضد الخير، تعلم الخير لتفعله، تعلم الشر لتتجنبه. وإلا من لا يعرف الشر يقع فيه وهو لا يدري. كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أن هذا ليس مما أسره النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإنما هو شيء قاله في مجلس، أخبر عن الفتن وأخبر عن تفاوتها وأن بعضها أشد من بعض، بعضها يمر سريعا وبعضها يتأخر في الناس ويؤثر فيهم ويضر بالناس. الفتن تتفاوت، بعضها أشد من بعض، تحذير منها، من باب تحذير منها. نعم. ثم قال إن أهل هذا المجلس كلهم ماتوا ولم يبق إلا أنا، ولذلك هو الذي حدث عن هذا المجلس دون غيره، لأنه لم يبقى ممن حضره غيره، وهو كان رضي الله عنه لا يكتم العلم، كان يبين للناس. نعم. قال: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. لا يذرن شيئا، يعني ثلاث من الفتن لا يذرن شيئا، يعني لا يتركن شيئا من الشر ومن الفتنة. ومنهن فتن سريعة لا تؤثر كثيرا. نعم. منهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. ها؟ ومنها فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. منها صغار، فتن صغار خفيفة، ومنها فتن كبار ثقيلة لكنها سريعة، تمر تنتهي، لكن في فتن ما تنتهي. نعم. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، الذين حضروا في المجلس. نعم. قال رحمه الله: وهذا فيه فضل نشر العلم وعدم كتمان العلم. نعم. قال رحمه الله: وله عنه أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا وقد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. نعم. حذيفة له خاصية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه كان أمين سره، أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن حذيفة كان حريصا على السؤال، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فكان من أكثر الناس معرفة بالفتن، كان من أكثر الناس معرفة بالفتن، وإلا واحدة لم يسأل الرسول عنها، وهي لأنه كان يسأل الرسول يكثر السؤال، إلا واحدة وهي: ما سبب خروجهم من المدينة؟ لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون من المدينة ويسكنون غيرها، مع أن المدينة من أفضل البقاع بعد مكة، فهي دار الهجرة، وهي أيضا فيها المسجد النبوي، الصلاة فيه خير من ألف صلاة بما سواه، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها كما حرم إبراهيم مكة، لها فضائل، المدينة لها فضائل، فينبغي سكناها
بما فيها من الخير، لكن يخرج الناس منها، قد خرجوا منها واستوطنوا بالأمصار في الشام، في مصر، في العراق، في المشرق، خرجوا، أحد خرج للمال والتجارة، وأحد خرج للجهاد، أحد خرج للعلم، خرجوا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهو لم يسأل عن السبب لخروجهم. نعم. قال رحمه الله: يكفي، والله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويل للعرب؟ نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين، هو الإنذار هذا لكل المسلمين، لكن خص منهم العرب لأنهم قومه وعشيرته. نعم. وهذا سائل يقول: ما ضابط الفتنة بالمال، وكيف تقدر الفتن في الأمور الدنيوية؟ الفتنة في المال الاختبار، الفتنة هي الاختبار، يختبر الإنسان في ماله، هل يحسن التصرف فيه ويكون خيرا له، أو يسيء التصرف فيه ويكون شرا له. هذا وجه أن المال فتنة. المال في نفسه خير، لكن تصرف الإنسان فيه هو محل النظر، وإلا فالمال أصله من خير، وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، أن ترك خيرا يعني مالا، المال خير في ذاته، لكن تصرف الإنسان فيه هو محل النظر، يحسن أو لا يحسن فيه. الغالب أن أكثر الناس لا يحسنون فيه، يكون المال ضررا عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يتعلم السحر ويقول إن تعلمه من أجل توقي الشر، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه؟ لا يجوز، تعلم السحر كفر، تعلمه وتعليمه كفر، وهذا في القرآن: يعلمون الناس، ولكن قال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان. هم يتهمون سليمان بالسحر عليه السلام، الله نفى هذا عنه، ما قال وما سحر سليمان، قال ما كفر، عبر عن السحر بأنه كفر، السحر كفر تعلمه وتعليمه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر، وتعلمه إنما نحن فتنة فلا تكفر. الملكان يقولان للذي يأتيهم يتعلم السحر ينصحانه، ويقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، عبر عن تعلم السحر بالكفر، دل على أن تعلمه وتعليمه كفر والعياذ بالله. وهذا يقول: لا، تعلمه خير، من باب عرفت الشر، لا، الله جل وعلا قال هذا كفر، فلا تقرب السحر، لا تعلما ولا تعليما، لأنك إذا تعلمته اعتقدته ودخلت فيه واستعملته تكفر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الفتنة بين الناس؟ إيه؟ ما حكم الفتنة بين الناس؟ كيف الفتنة بين الناس؟ ما وضح شيء. النميمة. ها؟ النميمة ربما. ها؟ ربما يقصد النميمة. ما قال كذا هو. لا، يعني قصده أن الفتنة بين الناس، اللي يوقع الفتنة، ما حكم الذي يوقع الفتنة بين الناس؟ بالنميمة، بالوشاية، بأنواع من
الشر، هذا الذي يوقع الفتنة بين الناس، هذا والعياذ بالله فتان شرير. والواجب على المسلم العكس، أن يصلح بين الناس، أن يدعو إلى الله، أن يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هذا واجب المسلم، لا أن يكون مفسدا بين الناس، حرش بينهم، ينم بينهم، يحرض بعضهم على بعض، يوقد الفتنة بينهم، هذا طريق الشيطان، شياطين الإنس والجن، لا يسبب تنفير الناس. بعض الناس، بعض الدعاة ينفر الناس، شدد عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لما طول الصلاة، لما أطال الصلاة، الناس فيهم من يمل، وفيهم أصحاب شغل، وفيهم مرضى، فلا تسبب أنهم ينفرون من الصلاة، هذه فتنة. فالمسلم يراعي هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يخرج عن إطار البشرية، فهل هذا كلام صحيح؟ كلام باطل، ولا يجوز أن يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه رائحة ذم. يخرج عن إطار البشرية يعني وش يكون؟ يكون مجنون، يكون أي، على أي حال يكون، إذا خرج عن البشرية ماذا يكون؟ هو بشر صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عن البشرية. إنما يشق عليه الوحي، نعم يشق عليه نزول الوحي، يشق عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يشق عليه ذلك، تلقي الوحي. أما أنه يخرج عن طور البشرية، هذا كلام باطل، تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن العمل بمقتضى الحديث الضعيف بدعة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الكلام هذا هو البدعة، كلام هذا هو كلام جاهل. الحديث الضعيفة ليست على حد سواء، ليست على حد سواء، قد يكون له توابع شواهد، يرتفع من الضعف إلى الحسن لغيره. ولكن يتكلم في علم الحديث وهو جاهل ما يدري، مقتصر على المطالعة، لا، لازم يتلقى علم الحديث عن المحدثين، عن أهل العلم. أما يطالع في الكتب ويطلع محدث وهو ما يدري عن شيء، هذا كلام لا يجوز. الحديث الضعيف ذكر العلماء أنه يعمل به في التخويف والترغيب والترهيب، ولكن لا يبنى عليه حكم من واجب أو محرم، أو ما يبنى عليه حكم، لكن استعمل في الترغيب والترهيب والوعظ والتذكير، لا بأس بذلك، بشرط ألا يكون ضعفه شديدا، شرط ألا يكون ضعفه شديدا. ولا يقول قال رسول الله، بل يقول روي عن رسول الله، ورد عن رسول الله كذا، يأتي بصيغة تضعيف، روي ورد عن رسول الله وما أشبه ذلك، لا يقول قال رسول الله، إن هذا جزم. لا بد من هذه الضوابط: أولا أن لا يكون الحديث شديد الضعف، ثانيا أن لا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، ثالثا أن لا يبني عليه حكم من إيجاب أو تحريم، وإنما استعمل في الوعظ والتذكير والتخويف والترغيب في الأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من قال لأخيه يا كافر رجع إليه الكفر،
من قال لأخيه يا كافر فإنه يرجع إليه هذا الكفر. حتى لو ما هو ببوه، لو قال لأي مسلم يا كافر وهو ليس كذلك رجع عليه كلامه والعياذ بالله، أو قال يا خبيث أو لعنك الله أو ما أشبه ذلك، إذا لم يكن مستحقا لهذا فإن هذه الكلمة لا تذهب وإنما ترجع عليه، يرجع عليه إثمها خطرها. نعم أحسن الله إليكم. يقول سواء قالها لأبيه أو لغيره، لكن إذا قالها لأبيه فالأمر أشد، لأن هذا فيه عقوق للوالد. الله جل وعلا قال فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله فهل هذا كفر أكبر أم أصغر؟ هذا وعيد، ما هو معنى يكفر أنه يخرج من الملة، لكن عليه وعيد شديد. نعم. وهذا سائل يقول ما المقصود بالفتنة في قوله الفتنة أشد من القتل؟ فتنة عن الدين، الفتنة عن الدين يعني صرف الإنسان عن دينه أشد من قتله، مع أن القتل شنيع، القتل بغير حق شنيع، معصية غليظة، ولكن صرفه عن دينه أشد، والفتنة أشد من القتل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول نسمع من بعض الذين ينتمون إلى بعض الجماعات يقولون لا تتكلموا عن أمراض الأمة كالشرك والزنا وغير ذلك من البدع والمعاصي لأن ذلك يفرق الأمة، لأن ذلك يفرق الأمة. وحنا نريد الأمة تجتمع على ضلالة، احنا نريد أن الأمة تجتمع على حق يا أخي، ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على الحق، أما على الباطل ما يمكن تجتمع أبدا، الحق هو الذي يجمع الناس، أما الباطل فهو يفرق الناس. نحن هذا غش للأمة أننا نسكت عن المنكرات، نسكت عن العيوب التي تخل بالعقيدة بالدين بالمروءة، هذا غش، خلاف النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، شوف الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، المسلم يكون ناصحا لإخوانه، يبين ما يضرهم ويرغبهم فيما ينفعهم، هذا الناصح. أما اللي يسكت عن أمراض الناس، أمراضهم في العقيدة، أمراضهم في الشهوات، يسكت ويتركهم ولا يعالجهم، هذا غاش للأمة وهذا مفرق للأمة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول يزعم بعض الناس أنه توجد في بعض الدول بعض آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيوف والآنية ونحو ذلك، فهل يجوز التبرك بشيء من ذلك؟ الله أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، والرسول ما ترك لنا سيف وثوب، ترك لنا الكتاب والسنة، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، هذا الذي تركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه ترك لنا سيف، ترك لنا ثوب، ترك لنا شعر، ترك لنا، فهذه لا مصلحة لنا فيها حتى نغالي فيها، وأيضا أكثرها مكذوب وليس صحيحا، أكثرها مكذوب ليس صحيحا، ولو كان في بقائها مصلحة للأمة لبقيت، ولكن ليس للأمة مصلحة في بقائها، المصلحة في بقاء الكتاب والسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
فالمطلوب الاقتداء بالرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو المطلوب. أما أننا ننصرف إلى آثار الرسول، شعره، سيفه، كذا، هذا لا علاقة لنا به ولا فائدة لنا منه. نعم، وهذا يسبب الشرك أيضا. يقول هذا سيف الرسول تبركون به ويعتقدون أنه ينفع ويضر إلى آخره، يسبب الشرك والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما معنى زنديق؟ على من يطلق هذا المسمى زنديق، ما معنى زنديق؟ الزنديق هو المنافق، الزنديق هو الذي كان يسمى منافقا في القرآن وأول الإسلام، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أعلم أن الأسواق فيها من الفتن العظيمة. تقول السائلة: هي تعلم أن في الأسواق فتنا عظيمة، لكن ماذا تفعل المرأة إذا أرادت أن تقضي حاجاتها وتشتري أغراضها؟ تتحفظ. نعم، الأسواق فيها شرور وفيها فتن، لكن إذا احتاجت المرأة للخروج تتحفظ، تتجنب الزينة، تتجنب الطيب، تتجنب السهور، تتستر، تتجنب مخالطة الرجال، وتحذر من الفتنة، ويستر الله عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز التجسس على الأهل مثل الأخت والزوجة لأجل حمايتها ورؤية ما تخفي في جهازها المحمول لحمايتها من الشر؟ هذا ما هو بتجسس، هذا محافظة عليها، تتبع لها محافظة عليها، ما هو بتجسس. تجسس لا يجوز، ولا تجسسوا، إنما هذا مراقبة، هذا مراقبة للمرأة، متابعة للمرأة لأجل المحافظة عليها. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم شخص زنى في بلاد الغرب ثم كبر ولده وأراد هذا الولد أن يتواصل مع أبيه، فكيف يتصرف هذا الشخص؟ هذا ليس ولدا له، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، ليس ولدا له، هذا السفاح. قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد لابد يكون بزواج، وأما ما كان بسفاح فللعاهر الحجر. فلا ينسب ولد الزنا، لا ينسب إلى أحد إلا إلى أمه، ولد الزنا ينسب إلى أمه فقط ولا ينسب إلى أب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك رجل يصنع الخمر ويشربه ولم يتب عن فعله. هناك رجل يصنع الخمر ويشربه وهو لم يتب عن فعله. وهو لم يتب عن فعله. فهل يصح للإنسان أن يطلق كريمته منه؟ وما حكم هذا الرجل إذا كان مع فعله هذا يصلي أو لا يصلي؟ والله هذا يحتاج إلى مراجعة للمحكمة، إذا أثبت عليه هذا يحتاج إلى إثبات، إذا أثبت عليه هذا وطالبت بفصل كريمتك منه هذا راجع للقاضي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل يقوم بالسعي في بناء المساجد فيحصل على مال قد يزيد على بناء المسجد فيصرفه في مسجد آخر كشراء فرش وغيره، هل يجوز هذا مع أن الواقف أعطاه لمسجد معلوم؟ إذا أخذ التبرع لبناء مسجد وبقي شيء يرجعه على المتبرع، أو يستأذنه بأن يصرفه في مسجد آخر، يأخذ إذن صاحب المال ولا يتصرف فيه من عنده، لا، يراجع صاحب المال يما يرد عليه، وإلا يستأذنه بأن يصرفه في مسجد آخر. نعم. يقول في سؤاله: وتارة يبقى قليل من المال فهل يجوز له أخذه مقابل أجرته؟ لا، ما يأخذ شيء لنفسه، هو وكيل، ما يأخذ شيء لنفسه إلا إذا أعطاه صاحب المال، إذا أعطاه صاحب المال قال هذا عن تعبك، هذا أجرة لك، أخذ. نعم.
ويقول: وهل يجوز له أن يقرض الناس من هذا المال لحاجة؟ ولا يجوز له يقرض الناس من هذا المال، هذا أمانة عنده، يصرفه فيما عين له، ولا يقرض منه أحد، ولا يأخذ شيء لنفسه. نعم، ولا يقترض له هو لنفسه، ما يأخذ شيء منه، هذا أمانة ينفذه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لغرض الدراسة، وما الحكم إذا كان السفر للسياحة؟ السفر للسياحة لا يجوز إلى بلاد الكفار، لا يجوز السفر للسياحة، السياحة فيها شر. ولكن السفر للتعلم إذا كان تعلما نافعا له وللأمة، تخصص ما يوجد إلا هناك، فلا مانع مع الالتزام بالدين، مع التزامه بدينه. نعم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي العمرة مع أختها وزوج أختها، فيكون زوج أختها محرما لها؟ ليس محرما لها، ولا يجوز لها أن تسافر معه، ولو كانت أختها معه رفيقة لهما، ما هو محرم لها، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، والمحرم هو من تحرم عليه بنسب، كأخيها وعمها وخالها، أو سبب مباح كالرضاعة والصهر، كأبي زوجها أو ابن زوجها، هذا محرم لها، الصهر. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة أجريت لها عمليتان لاستئصال الأمعاء الغليظة، ولا تخرج من البيت إلا للمستشفى للمراجعة، وترغب في أن توكل ابن أخيها للعمرة بدلا عنها، وهو متواجد هنا في بلاد الحرمين، مع العلم أنها قد أدت العمرة والحج المفروض عليها. لا، ما دامت أدت العمرة والحج الحمد لله، ما تنيب في النفل، لا تنيب في عمرة النفل ولا في حج النفل. نعم، إن أمكنت حج هي وتعتمر هي، وإلا ما تنيب عنها إلا في الفريضة إذا عجزت عنها. نعم. وهذا سائل يقول: كيف أوفق بين الخوف من عدم قبول العمل وبين أن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يظلم مثقال ذرة؟ إيه، إذا ضمنت أنك من المحسنين فلا يضيع لك شيء، أن تضمن أنك من المحسنين ولا يضيع لك شيء، لكن من يضمن أنه من المحسنين؟ هل أحد يزكي نفسه؟ لا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. نعم. وهذا سائل يقول: لماذا كان الشرك أعظم الذنوب؟ لأنه عبادة لغير الله الذي خلقك ورزقك وأوجدك، فأنت تعبد غيره، هو يرزقك ويخلقك ويعينك وأنت تعبد غيره، هذا ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أعظم الذنوب والعياذ بالله، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء، دل على أن الشرك أعظم الذنوب. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، حرم الله عليه الجنة، لا يمكن يدخل الجنة أبدا، دل على أنه أعظم الذنوب، لأن غير الشرك، ما دون الشرك، لا يحرم صاحبه من الجنة، وإن عذب في النار فإنه يدخل الجنة فيما بعد. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.